بالغالب شايفين هذا المحل بكثرة في إسطنبول، حافظ مصطفى اللي عاصر السلاطين والدولة العثمانية وتأسيس الجمهورية التركية والانقلابات العسكرية بل والحرب العالمية الأولى والثانية، يعني أكثر من قرن ونصف. بس هل يا ترى كنتم تعرفون قصة أقدم محل حلويات في إسطنبول؟ الله ينور عليك يا وردة الورود. بس هل يا ترى كنتم تعرفون قصة أقدم محل حلويات؟ أو هل كنتم تعرفون أنه يستخدم مي زمزم في بعض وصفاته؟ تعالوا نشوف. وصلنا المعمل. لا يمكن للآلة التغلب على أيدي البشر، هذا هو الشعار المعتمد في هذا المكان، لذلك تشوف كل ما يصنع من الحلويات بالأيادي العاملة فقط. Şimdi bu dükkan, bulunduğumuz dükkan 1864 yılında açılmış. 1867, 157 yıldır hizmet veriyor. Hacı İsmail Hakkı babası kuruyor. Kurucumuz Hacı İsmail Hakkı'dır. Oğlu Havul Mustafa, burada arkamızda Arpa Cercan var. Arpa Cercan'ın mezunluk yapıyor. Aslında biz bir şey değiştirmedik. Eski reçeteler vardı bizde. Eski reçeteye devam ettik. Ürünlere de hiçbir şey değişiklik yapmadık. Bazı ürünlere yorum kattık. أكثر من 50 نوع حلقوم، أكثر من 30 نوع بقلاوة، أكثر من 30 نوع كاسترد ومحلبيات وترلتش، على بالي أجربها كلها بس ما ترهم. بالمناسبة الحلويات التركية متغيرة متطورة، مثلا في هاتاي استحدثوا بقلاوة بالزيتون، شيء مجنون. ترلتش بالبرتقال وزعفران، أول مرة أجربها. En büyük özelliğimiz işte Avrupa'nın en büyük özelliği zemzem suyu. Biz zemzem suyunu bütün ürünlerimize karıştırarak yaparız. Bereket olsun, dua olsun diye zemzem suyuna inanıyoruz. Şeyleri, şifalıkları. Sus الأعلى. هيك اسمه. Rahibe. Şimdi bizim özelliğimiz, Havlusun özelliği, biz kendimizi bir kategoriye koymuyoruz. Kendi ürünümüz ne varsa ülkemize ait, aslında biz ülkemizi temsil ediyoruz. تماماً وبعيداً عن حافظ مصطفى، تركيا تتمتع بحصة سوقية كبيرة جداً في قطاع الحلويات في منطقة الشرق الأوسط، يعني لها صدى واسع في هذا المجال، يعني هي واحدة من أكثر خمس دول تصديراً إلى دول الشرق الأوسط. سلام.